شاب من غزة على استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تقديم التدريبات الرياضية ونصائح التغذية السليمة. الشاب يدعى عبد الله طلبة يهتم بتقديم خدمة التدريب الرياضي من خلال تقنية الفيديو بهدف تمكين المستخدمين من استئناف التدريب الرياضي اليومي في خصوصية تامة في منازلهم. من 6 سنوات بدأت عملي في التوعية الغذائية على مجتمعي، مما تعلمته في الجامعة ومما تعلمته من تجربتي الشخصية لتحويل جسمي من جسم سيء ومليء في الدهون وضعيف في العضلات إلى جسم فتنس وقوي ومليء في العضلات. خذ التجربة مليئة بالأخطاء، خذ التجربة مليئة بالمساوئ ومليئة بالنصائح العشوائية والنصائح الخاطئة، لكن بفضل من الله بالجمع ما بين تخصصي في الجامعة والجمع ما بين تعلم من أخطائي بديت أوصل لخلاصة خبرة وخلاصة علم وخلاصة معلومات كان لازم أوزعها على الناس وأعطيهم إياها بكل مصداقية وأنقل لهم تجربتي الكاملة. فبدأت في منصات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك من 6 سنوات، بدأت أنشر مقالات، أنشر فيديوهات بموبايل البسيط، جهاز بسيط، أدوات بسيطة، حتى المايك كان سيء جداً، كنت أصور في أي مكان، يعني إضاءة كنت أستغل إضاءة الشمس، كانت الأمور ضعيفة جداً وكنت أشتغل بشكل عشوائي وبشكل ضعيف. وبدأت رحلة توعية غذائية بشكل احترافي وبمستوى عالمي لنشر التوعية والنصائح الغذائية في عالم الفتنس بطريقة احترافية. أول ما عملته كونت فريق عمل متكامل واحترافي ودربتهم على عمل بوستات وعمل تصميمات وعمل مونتاج متعلق في الرياضة والفتنس. لا يخفى عليكم وضع قطاع غزة، وضع قطاع غزة مقيد حتى في وسائل الدفع لقطاع غزة، مقيد حتى في الوصول، مقيد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، ما بنقدر ننشر أي شيء إلا يكون مدقق وصحيح ومية في المية. كنا نعاني من كثير من القيود حتى نصل للعالم الخارجي، لكن بفضل من الله التجارب والخبرات ودعم الناس اللي حواليك بخليك تتعلم أساليب تتأقلم مع الوضع السيء اللي انت فيه. فانتقلنا من قطاع غزة، اليوم احنا عندنا مشتركين من كل دول العالم، بفضل من الله كل دول العالم بتعرف انه في اخصائي تغذيه اسمه عبد الله طلبه موجود في قطاع غزه. كيف وصلنا لهم؟ وصلنا لهم من خلال الفيديوهات التوعويه، الفيديوهات المجانيه، لا ممول ولا مشاهير ولا غيره، فقط فيديوهات كانت مطالعه من القلب، فيديوهات توعويه، فيديوهات مدققه علميا، فيديوهات مفيده للناس. الناس أول ما شافتها صارت تنشرها على كل منصات التواصل الاجتماعي. كنا في فلسطين في البداية، بعد ذلك انتقلنا على الوطن العربي بشكل رهيب جدا، وطلعنا بشكل قوي جدا من خلال الفيديوهات القيمة، من خلال الفيديوهات التوعوية. لم نكتفي في أنه نشرح في البيت، لا، انتقلنا على الجيم، سنشرح التمارين في الجيم، سنساعد الأشخاص في الجيم ونواجه الناس كيف الأخطاء الشائعة في الجيم بتصير وكيف يتجنبوها. الموضوع توسع معنا بشكل كبير جداً حتى نوصل لأكبر فئة ممكنة ونبسط المعلومات بأكبر قدر ممكن بالإمكانيات اللي كانت موجودة معنا. أما على جانب الفخر الذاتي، فأنا فخور جداً في نفسي أن قدرت ألاقي نفسي في مجال معين وأقدر أفيد الناس فيه وأكون عضو فعال في المجتمع، أقدر أساعد الناس في تحقيق أهدافهم حتى لو بشكل مجاني أو بشكل مدفوع، لكن قدرت أعمل تأثير إيجابي على حياة كثير من الأشخاص وأكون شخص مؤثر بشكل مفيد في حياتهم. هذا شيء كان يعني يعمل لي امتنان كبير جدا، لما أغير شخص حياة واحد كنت أحس بامتنان ما تخيلته في حياتي. فأنا راضي جدا عن المرحلة اللي وصلتها، راضي جدا عن ما أقدمه، راضي جدا عن قدرتي على التغيير في حياة الناس. هذا بفضل من الله.